أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي دعم مصر الكامل للبنان حكومة وشعبا. وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، شدد عبد العاطي على إدانة مصر للاعتداءات المتكررة على لبنان. وقال عبد العاطي إن مصر تحث كافة أطراف الصراع بالعمل على الالتزام بضبط النفس وتجنب انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة. كما شدد وزير الخارجية على رفض مصر الكامل لسياسة الاغتيالات السياسية.